لما بسوي سلسلة وباخترعها وبقعد 10 سنين على ما أفكر ما هي فكرة هذه السلسلة، أشوف دعمكم وتفاعلكم معنا في هذه السلسلة، لابد أني أقدم لكم الحلقة الثانية من السلسلة. كل ما يعرف اسم السلسلة فهي خبر وتعليق، ما أسأل اسمها. ولكن أنا قبل لا أبدأ الحلقة بطلب منك يا عزيز المشاهد بتحط لي اللايك، لأنه والله المشاهدات على الحلقات ممتازة وجيدة وأنا راضي عليها، ولكن اللايكات. يا جماعة شنو قصتنا مع المشتركين؟ يعني وايد ناس بيشاهدون الحلقات وبيستمتعون وبيطلعون منها ما بيشتركون، زين انا بخليك تستمتع، خلي نستمتع وعطني اللايك، انا بس استفيد جدا لما بتعطيني لايك، عطني اللايك ما راح تخسر شيء. اما انا لما بصور لك مقطع واجتهد ومنتج اخسر تعب، اتعب اضيع وقتي، اما انت لايك في ثانيه واحده ما راح تخسر اي شيء. اطلب منكم وفضلا وليس امرا وتحطون لنا اللايك وتعليق ممتاز، تعليق بيحفزني مثلكم. ويلا على الفيديو. متي وتقول لي ان ليفاندوسكي خذ البلندور، متي وتقول لي توخيل افضل مدرب في العالم حاليا، متي وتقول لي برشلونه في مباراه واحده رفع 54 عرضيه، متي وتقول لي بنزيما وصل ل 200 هدف في الدوري الاسباني، متي وتقول لي كامافينجا مستقبل خط وسط ريال مدريد. من كل هذه الاشياء ما راح اختار ولا واحده منهم لتكون الخبر راح نتكلم عنه في حلقتنا اليوم. ما راح أتكلم عن ولا خبر هذا، رأي الخبر أكثر جدلا، والخبر هو اللي هو استبدال ميسي من بوكيتينو في الدقيقة 76 وإدخال أشرف حكيمي وغضب ليونيل أندرياس ميسي بعد استبداله. في لقطة على اليسار واللي هو قاعد يقوله ليش تبدلني، وفي لقطتين فوق بعض شوفوا اللي فوق قاعد يقول له غريب جدا ميسي، بعدين ميسي بجوار باريديس يكلمه وميسي طالع بوكيتينو بنظرات سيئة جدا. مني ميسي شنو كان قاعد يطالع يا شباب؟ ما كان قاعد يطالع لا باريديس ولا شيء، قاعد يطالع بوكيتينو بنظرات غريبة جدا ومعصب وغاضب منه. لما النتيجة تكون 1-1 وأمام منافس للدوري الفرنسي أولمبياك ليون وتكون مباراة صعبة جدا وليون مسكر الدفاع وتحتاج حلول، هل ميسي ما راح يعطيك حلول؟ هل أشرف حكيمي أفضل لقيادة الفريق دقيقة 76 وهل راح يسجلون هدف ذا كذي؟ لا والله الموضوع فيه فلسفة من بوكيتينو، الموضوع فيه فلسفة أنك تجلس ميسي على دكة الاحتياط، أو أنك يعني تطلعه تخليه على دكة الاحتياط وتخلي نيمار ومبابي على الملعب، هذا يبين لك ان قيمة ميسي عندك قليلة وعندك ان هم اعلى، يعني شوي عندهم ان هم ميسي اقل واحد فيهم، يعني دي ماريا بقى بعد انا خلي دي ماريا كان، يعني انت ليش ما طلعت دي ماريا يا سوال؟ والمفهوم ان لما تطلع ميسي هو بيلعب لك تمريرات سحرية، بيسدد لك تسديدة فاول بيسجله، يعني حلول التي يعطيك اياها، يعطيك تمريره سحريه مثل الامبابي او كذا وفاول، يعني يعطيك. ليش بالطلب تنزل اشرف حكيمي؟ ليش ما طلعت اللاعب من خط الوسط ورجعت مثال خليت 2 ارتكاز، 1 خلف مهاجم ميسي خلف مهاجم، بس طلع لاعب وسط حط اشرف حكيمي، يعني لهذه الدرجه؟ ويا جماعه انا غريب جدا ان اشرف حكيمي لاعب مغربي، كيف بتطلع لاعب ارجنتيني من جنسيتك وبتنزل اشرف حكيمي؟ يعني هذا شيء جيد لنا كعرب، ولكن كيف سواه بوكيتينو انه لا خل لاعب مغربي طلع لاعب ارجنتيني مثل جنسيته ومن افضل لاعبي العالم اذا لا يمكن افضلهم؟ يعني اول ما صارت هذه اللقطه على طول جدل كبير في الاعلام وكذي، وانا ما غطيت عليه بشكل كبير على حسابي على الانستغرام، طبعا حسابي في الانستغرام تلاقون اسمه تحت بالوصف، فأجلت كلامي في هذه الحلقة. يعني جماعة الغريب جدا ان ميسي كان حيل غاضب من نفسه، يعني طالعوا اللقطة مني اللي ويا باريدس لاعب منتخب الارجنتين غاضب جدا، ليش؟ لان المباراة كانت صعبة وهو حاب انه يكمل المباراة ويجيب الفوز وياهم كذي. ولكن يعني بعدها طلع لنا خبر ان ميسي مصاب، وبوكيتينو بعد ما طلعه قالوا له ما سبب تبديل ميسي، قال لا شيء عاطفي او شيء، انه لاعب ممتاز ولدينا مباراه في دوري الابطال امام مانشستر سيتي فما اردت ان اخاطر به،
فأخرجته ونزلت أشرف حكيمي، يعني ما ردت إن أخاطر به وينصاب وكذي، ولكن ترى وينصاب بالأساس يا بوكتين، يعني ما استفدت ولا شيء ولا شيء. ومسي من نفسه ما طلب التبديل، إذا هو مصاب ما طلب التبديل ليش تبدله؟ يعني والله يا جماعة شيء غريب جدا ببرشلونة، لما ميسي يكون مسجل هاتريك ومثلا غريزمان جولين 5-0 ما يطلعون ميسي، ما يطلعونه، بيظل أساسي لنهاية المباراة رغم أنه عمره 34 سنة، ولكن بيظل ميسي. هذا أنت ما بتتكلم عن إبراهيموفيتش، لا ميسي، وندري إيش كثر ميسي مهم في باريس سان جيرمان. صراحة ميسي لحد الآن باريس لم يحالف الحظ بولا شيء، يعني طلعه بوكيتينو عارضتين، يعني عارضة بكلوب بروج بتسديدة وعارضة فاول أمام أولمبياك ليون، ولكن الحمد لله أصابة مطولة وراح يلعب ضد السيتي. وبس شباب عشان المقطع اليوم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب والكومنت، اليوم انستغرامي تحت بالوصف، أتمنى نشوف دعم وتفاعل واللايكات نفس الحلقة الأولى. السلام عليكم.